يعني دي نقطة مهمة كمان، إن أهلك يمكن كان عندهم تخوفات في الأول، بس باباك يتفهم ده، إن ده فعلا مستقبلك ومش حاجة غريبة أو غلط. يعني أنت رايحة تدرسي في نفس الوقت بتلعبي أو بتمرني، وراجعة لنا بقى كده إيه يعني بالزبط. إن شاء الله عايزين يعني عايز بس أقول لك إن كرة يعني سلة سيدات هي في النادي الأهلي محققة بطولات كتيرة جدا هذا الموسم، فيعني طموحات نادين بقى بعد كده إيه مع النادي الأهلي عايزين نعرف. انا من اول ما نزلت كان في ترحيب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي كلهم، والناس لما كانت تتكلم معايا كانوا بيتكلموا ان احنا الحمد لله مسيطرين بشكل قوي حقيقة. جدا على كل الدوريات المحليه، دوري عادي ودوري سوبر ومرتبط وكاس مصر والمنطقه وكل حاجه. فهم كانوا بيتكلموا معايا في بطوله عربيه في افريقيا، لان هي عمرها ما دخلت تاريخ النادي، فتبقى خطوه كبيره جدا، والحمد لله عندنا نسبه كبيره جدا ان الاهلي يستضيفها السنه دي. فطبعا لو قدرنا نكسب البطوله دي ان شاء الله هتبقى اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي، فطبعا حاجه كبيره جدا جدا جدا، ويبقى شرف ليا يعني اللي انا لعبت فيها برضه.